اهلا بكم في معلومات طبيه جديده على النمسا ميديا لنكتمل بالمعرفه. الاعشاب استخدمت في الطب لالاف السنين، لكن في الفتره الاخيره بقت مشهوره بشكل كبير بفضل منصه التواصل الاجتماعي تيك توك، وللمستخدمين فيها بيمدحوا في فوائد تناول المكملات العشبيه زي الاشواجندا والكركم والشاي الاخضر، مع ان المكملات العشبيه ممكن تعتبر طبيعيه، لكن ده مش معناه انها امنه، وبتنزل في السوق من غير ما تمر بالمراجعه من اداره الغذاء والدواء الامريكيه الاف دي اي. دلوقتي في دراسة جديدة من باحثين في جامعة ميتشيغان بيتكلموا عن إن حوالي 15.6 مليون شخص بالغ في أمريكا، يعني 5% من الناس، تناولوا مكمل عشبي واحد على الأقل خلال 30 يوم اللي فاتوا، وده ممكن يكون مضر للكبد أو يسبب سمية ليه. في الدراسة الباحثين حللوا بيانات لأكثر من 9500 بالغ أمريكي بمتوسط عمر 47.5 سنة، والناس دي شاركوا في مسح الصحة والتغذية الوطني ما بين 2017 و 2020. البيانات الطبية بتاعتهم كانت تشمل استخدام الأدوية الموصوفة والمكملات العشبية. العلماء ركزوا على استخدام المشاركين لست مكملات عشبية اعتبرت في أبحاث سابقة إنها ممكن تكون مضرة للكبد، زي الأشواجندا، الكهش الأسود، الجارسينيا كامبوجيا، مستخلص الشاي الأخضر، وأرز الخميرة الحمراء، الكركم أو الكركمين. دكتورة بجامعة ميتشيغان والباحثة الرئيسية في الدراسة قالت إن المنتجات العشبية اللي ممكن تكون مضرة للكبد هي المنتجات اللي فيها مكونات نباتية تم الإشارة ليها في الماضي على إنها ممكن تسبب تلف للكبد. وأضافت إحنا لسه مش عارفين بالظبط إيه المنتجات دي، ليه المنتجات دي بتسبب تلف للكبد، لكن الأغلب إنه بيحصل بسبب عملية الأيض اللي بتحصل في الكبد بعد استهلاك المنتجات دي، لدرجة إنهم يحتاجوا لعملية زراعة كبد طارئة. في البيانات اللي جت من شبكة الإصابات الدوائية للكبد ظهر إن نسبة الإصابات في الكبد بسبب المنتجات النباتية ارتفعت من 7% في الفترة ما بين 2004 و 2005 ل 20% في 2013 و 2014. استخدام المنتجات النباتية اللي ممكن تكون مضرة للكبد كان قريب من عدد الناس اللي بيتم وصف أدوية ليهم زي مضادات الالتهاب غير ستيرويدية الـ NSAIDs أو دواء لخفض نسبة الكوليسترول السيء زي السيمفستاتين. الطبيعي مش دايما آمن. بعد ما راجع دكتور في مركز هانسك الطبي الدراسة قال إن المنتجات النباتية بتتداخل مع قدرة الكبد على معالجة وأزالة السموم الضارة من الجسم، وده ممكن يؤدي لتراكم السموم في الكبد، وده بيسبب التهابات، موت الخلايا، وفي الحالات الخطيرة ممكن يوصل لفشل الكبد. وأكد إن الشركات مش ملزمة تثبت أمان وفعالية منتجاتها قبل ما تبيعها. ناس كتير بيتأثروا بالدعاية اللي بتوعدهم بتحقيق نتائج فورية من المنتجات دي، لكن الحقيقة دايما بتكون أعقد من كده. فالمهم التركيز على التغذية من الطعام قبل اللجوء للمكملات زي استخدام الكركم والشاي الأخضر في الأكل بدل ما نلجأ ليهم كمكملات غذائية. ما تشتروش منتجات بتوعدكم بالمعجزات في إزازة، لأنها ممكن تكون بتدمر صحتكم وكبدكم ومحفظتكم كمان. كنت معكم أنا بوتانا.